يعرف الاقتصاد الوطني انتعاشا ملموسا رغم الآثار غير المسبوقة لهذه الأزمة وتراجع الاقتصاد العالمي عموما. فبفضل التدابير التي أطلقناها من المنتظر أن يحقق المغرب إن شاء الله نسبة نمو تفوق 5.5 في سنة 2021، وهي نسبة لم تتحقق منذ سنوات وتعد من بين الأعلى على الصعيدين الجهوي والقاري. ومن المتوقع أن يسجل القطاع الفلاحي خلال هذه السنة نمواً متميزاً يفوق 17% بفضل المجهودات المبذولة لأصنة القطاع والنتائج الجيدة للموسم الفلاحي، كما حققت الصادرات ارتفاعاً ملحوظاً في عدد من القطاعات كصناعة السيارات والنسيج والصناعات الإلكترونية والكهربائية. ورغم تداعيات هذه الأزمة تتواصل الارتقاء في بلادنا وفي دينامية اقتصادنا، كما يدل على ذلك ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يقرب 16% وزيادة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بحوالي 46% إلى غاية شهر غشت الماضي. وقد ساهمت هذه التطورات في تمكين المغرب من التوفر على احتياطات مريحة من العملة الصعبة تمثل 7 أشهر من الواردات. ورغم الصعوبات والتقلبات التي تعرفها الأسواق العالمية، فقد تم التحكم في نسبة التضخم في حدود 1% بعيدا عن النسبة المرتفعة لعدد من اقتصادات المنطقة، وكلها مؤشرات تبعث لله الحمد على التفاؤل والأمل ولتعزيز الثقة عند المواطنين والأسر وتقوية روح المبادرة لدى الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين. والدولة من وجهتها ستواصل هذا المجهود الوطني، لا سيما من خلال الاستثمار العمومي ودعم تحفيز المقاولات. وفي هذا السياق الإيجابي ينبغي أن نبقى واقعيين ونواصل العمل بكل مسؤولية وبروح الوطنية العالية بعيداً عن التشاؤم وبعض الخطابات السلبية.